تخيل انا عندي نية واحدة سنة وثمان اشهر اصعد للدوام 14 يوم ما اصدق، بس جبت ارجع حتى اشوفها حتى العب وياها حتى لزميلي. في حادثة مؤلمة وقعت في محافظة البصرة، فقدت احدى العوائل ابنتهم ذات العامين بسبب خطأ طبي ارتكبه احد الاطباء في احدى المشافي الاهلية. ووفقا لشهادات العائلة كانت الطفلة تعاني من أعراض بسيطة، لكن بسبب التشخيص الخاطئ الذي قدمه الطبيب تدهورت حالتها بسرعة وانتهت حياتها بشكل مأساوي. الطفلة قبل أسبوع صار عندها التهاب بحلقها، وديتها للطبيب أخصائي بمستشفى أهلية. بعد يوم كامل حلقها ملتهب ما تقدر تشرب وأكل تاكل، فقال لي خلي نطببها للردهة وتختار المستشفى. اختاريت أنا أهلية، مستشفى الفراهيد الأهلية، وثلاثة أيام بالمستشفى. هي الطبيب ما زارها، يدز طبيب ثاني بمكانها. وبعد ما تدهورت حالتها داخل المستشفى، التهابي طيب بس البنية تصير صفرة وتفقد الوعي. يوم ثاني الصبح اجاني طبيب الاختصاص، طب ما قال السلام عليكم، ما قال لي شلون صارت، ما سأل عن حالتها حتى ما باوع لها. طبعا بعد ثلاثة أيام ما شايفها هو بالمستشفى، وخلى الفايل مالتها على الطبلة مالتها. أول حكاية إلي قال لي لا تشتكي علي أنا. قلت له أنا ما أشتكي عليكم، خطأ طبي وارد وممكن يصير، هاي الطفلة جاي تموت، يقدرون عالجوها، سووا لها حل. قال لي لا تشتكي علي أنا، قال لي امشي نعالجها أنا بالسياب، وهي عندها التهاب سحايا مو تسمم باراسيتامول. الواقعة أثارت غضب العائلة التي طالبت بتحقيق العدالة ومعاقبة المسؤولين عن هذا الخطأ الفادح، حيث إن الجهات الصحية المسؤولة لم تتخذ أي إجراءات حاسمة للتحقيق في الحادثة أو محاسبة الطبيب المتورط، وامتنعت عن التعليق العلني على هذه الحادثة. شو يعني ليش يعني طبيب إذا مقصر طبيب ما يتحاسب؟ يعني منو قال هذا؟ بيا قانون طبيب، يعني وأنت الطبيب جاي تتعامل ويا بشر، أو طبيب مو مثل في ترشو يتعامل ويا سيارة، أنت جاي تتعامل ويا بشر، والبشر هذا يموت، وإذا مات لا أنت تجيبه ولا يعني شنو اخطأت انت؟ والله اخطأنا، اعطينا علاج بدل ما ننطيها 150 ملي غرام من الباراسيتامول انطيناها، ما شنو يعني شنو اللي صار، انطيناها ألف بالهذا كل جرعة. تجدر الإشارة لأن هذا الحادث يعيد فتح النقاش حول ضرورة تحسين الرقابة على القطاع الصحي في البصرة، خاصة مع تكرار شكاوى المواطنين من الأخطاء الطبية وعدم محاسبة المقصرين من قبل وزارة الصحة تجاه هذه الأخطاء. من البصرة مصطفى الشمري، التغيير الفضائي.